هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من 821 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 612 ألف شخص. هذا وتؤكد وزارة الصحة أن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع يتطلب عزما متجددا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.